بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. يا رب حمدا ليس غيرك يحمد، يا من له كل الخلائق تصمد. أبواب غيرك ربنا قد أوصدت، ورأيت بابك واسعا لا يوصد. الموحدون بنور وجهك آمنوا، عافوا بوجهك نومهم فتهجدوا. قالوا الحب والهوى هل تعلو له، أم أنت في درب الهوى متجلد. قلت المحبة للذي حمل الهدى، فحبيب قلبي في الحياة محمد. اللهم صل على المعصوم، اللهم صل على حامل لواء العز في بني لؤي، وحامل الطود المنيف في بني عبد مناف ابن قصي، المعلم الجليل المؤيد بجبريل، المذكور في التوراة والإنجيل. وصل اللهم على صحابته وآل بيته الغر الميامين، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فيا شباب الجيل للإسلام عودوا، فأنتم روحه وبكم يسود، وأنتم سر نهضته قديما، وأنتم فجره الزاهي الجديد. فيا شباب الإسلام أنتم حبال الإسلام وعصيه، نباله وقصيه، أوسه ودوسه، خزرجه وأوسه. فلئن شهد التاريخ أوسا وخزرجا، فلله أوس قادمون وخزرج. ثم أما بعد، تتشرف أسرة الإصلاح والتجديد بكلتي الزراعة والعلوم بالتنسيق مع اتحاد الطلاب باستضافة فضيلة الشيخ الدكتور حازم شوبان، ليجدد في قلوب شبابنا روح الأمل والتفاؤل، ويثبت لهم أنهم أمل هذه الأمة. وخير ما نستهل به كلامنا آيات من كتاب ربنا. وأخونا العباس نصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين، ولنسكننكم الأرض من بعدهم، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، يتجرعه ولا يكاد يصيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم، أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. لله در القائل: تاريخ الأمم في الكتاب، تاريخ الأمم مسطور، لكن تاريخ مصر منظور. سل ميدان التحرير ينبيك، كيف صنع شبابنا التحرير. يا مصر وحنيني، وينشدنا أخونا محمد المصري فليفضل. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علت وضى كذا من الها، أم صلى الفجر ولفف مصر وحواريها.
الله الله على الأزهر الله 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 أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصفها أنا مش حنصفها وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعت سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين وديما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء دنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله 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 يا ربي الله الله ومن قلبي علي توضى كده من الها أم صلى الفجر ولف في مصر وحواريها الله الله على الأزهر الله 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 أكبر أم الدنيا كمن وأكتر لو قلت وصفها أنا مش حنصفها وكفيها الله الله مصر اللي زارها الخليل سيدنا إبراهيم ونهار وليل مشي فيها فيها استجاب رب العباد لما دعاه موسى الكليم عاش فيها والسيدة العذراء اجتازت الصحراء خطاويها واللي كبر على أرضها يوسف نبي وصديق وحماها الله 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 يا ربي الله الله ومن قلبي علي توضى كده من الها أم صلى الفجر ولف في مصر وحواريها الله الله على الأزهر الله 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 أكبر أم الدنيا كمن وأكتر لو قلت وصفها أنا مش حنصفها وكفيها الله الله وقالوا لي عنها كلام خلنا أقول يا سلام دنا ياللي لفت سنين وسنين وشفت ناس تانين والتملي ألاقي ناس بتقول جمالها غير معقول وهو بالي حسيت وأنا بين أهلها بحاجات تخلي العقل يطير الله 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 يا ربي الله الله ومن قلبي علي توضى كده من الها أم صلى الفجر ولف في مصر وحواريها الله الله وفين الشيء الثاني هو منجا حنيني إن شاء الله مش هطول عليكم يا إله العالمين حنيني دائم والقلب شاك عليل شاك عليل سال دمعي يا إلهي ولولا غربتي ما كان دمعي يسيل دمعي يسيل غربتي نجوى ونيران شوقي وأساباك وليل طويل غربتي نجوى ونيران شوقي
أسى باك وليل طويل ولك الأمر وما لي رجاء غير أن تسعى إليك السبيل يا إله العالمين حنيني دائم والقلب شاك عليل شاك عليل وإذا ضاقت فنجوى دعائي حسبي الله ونعم الوكيل وإذا ضاقت فنجوى دعائي حسبي الله ونعم الوكيل يا إله العالمين. جزا الله أخانا خير الجزاء. ومع نصيحة الشباب والترحيب بفضيلة الشيخ الدكتور حازم شومان مع دكتور يونس فلتفضل. رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. معاشر الشباب طلاب كلية الزراعة والعلوم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الناظر بعين البصيرة في من حوله وفيما حوله من أحداث متلاحقة لا يرى حتما ولا بد من وقفات واعية مع أنفسنا ومع من حولنا وخاصة الشباب، فهم أهم دعائم الأمة وبناة المستقبل وحملة المسؤولية. وإننا إذ نوجه كلماتنا هذه إليكم نستلهم تلك الكلمات من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمري فيما أفناه، وعن شبابي فيما أبلاه، وعن علمي فيما عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فعطف النبي عليه السلام الخاص على العام لبيان أهمية ذلك الخاص ألا وهو الشباب. فمع أن الشباب فترة من العمر لكنه خصه النبي عليه السلام بذكر خاص فقال: وعن شبابي فيما أبلاه. والمسترشد بذلك الحديث النبوي الشريف لا يعلم تماما فضل وأهمية هذه الفترة الهامة في حياة الفرد المسلم لكي يكون نافعا وبناء وعونا لأمته على النهوض والتفوق وخيرة الأمم. ولنا في شباب سلفنا الصالح الأسوة والقدوة الحسنة، فلا يكفي أن يكون الشاب ملتزما بشرع الله دون أن يكون فعالا وإيجابيا تجاه دينه ومجتمعه ووطنه، بل لا بد أن يكون متفوقا في دراسته فمتميزا بعلمه وخلقه نافعا لدينه ووطنه. ولا أريد أن أطول عليكم في هذا المجال، فقد قدم إلينا فضيلة الشيخ الداعية الدكتور حازم شومان الذي نزل أهلا وحل سهلا لكي يمتعنا ونعيش معه بتلك الدقائق الجميلة بإذن الله تبارك وتعالى، ليحدثنا عن الشباب ودوره في بناء الأمة، داعين الله تبارك وتعالى أن نجعل هذه الكلمات في ميزان حسناته وأن ينفعنا الله تبارك وتعالى وإياكم بها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فلتفضل مشكورا موجودا بإذن الله تبارك وتعالى. ورحمة الله وبركاته. صحيتم؟ الساعة بعد 11 أيه. الله المستعان. يعني الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك، والخير كل الخير في يديك، والشر ليس إليك، نحن بك وإليك تباركت وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمرحبا يعني إخواننا شباب جامعة اسكندرية وأخوات جامعة اسكندرية، يعني ربنا يبارك فيكم يا إخواني، يعني أي مكان بقى، يعني إخواننا وشبابنا وأخواتنا، يعني أصولنا كلها من اسكندرية ولا لا؟ اسكندرية لها موقع كبير أو في القلب. يعني أنا أيام حتى امتحانات البكالوريوس بقيت أسيب المنصورة، أصلي الفجر في المنصورة يدوبك على جلسة الضحى، وأقوم راكب اسكندرية
اسكندرية أيام الامتحانات وأقوم راكب اسكندرية أجي هنا أقعد على البحر أذاكر يعني لحد مثلا خلاص بقى اليوم ما يخلص وأقوم راجع تاني لحد ليلة الامتحان لحد ليلة امتحانات البطنة. يعني فعلت هذا من شدة جمال يعني هذه المدينة وشدة جمال كل شيء فيها. فالواحد له ذكريات جميلة في اسكندرية في كل مكان فيها. ربنا يبارك فيكم يا إخواني وربنا يسددكم جميعا وربنا يجوزكم يا شباب ربنا يجوزكم. الشباب نفسهم يعني لما عمر بن عبد العزيز تولى الخلافة فرضي رحمه الله فلما تولى الخلافة كان سنتين وخمس شهور بس يعني ولكن أعاد أخلاق الشريعة ومبادئ الشريعة. فقالوا له يا أمير المؤمنين فاضت الخزائن مليانة أموال ومليانة فلوس. فقال لهم زوجوا كل من لا زوج له. تخيلوا بقى لو الأيام دي بقى الشريعة طبقت بقى جايين بقى الكلية بكرة كده لقيتوا يافطة كبيرة كده كل واحد أجازة أسبوعين يروح يدور على عروسة والمهر والشبكة والقايمة وكمان لو طلع بقى بعد كده المؤخر والنفقة على حساب الحكومة تبقى حكومة فول أوبشنز. زوجوا من لا زوج له يبقى الشباب كلهم يتجوزوا والبنات كلها تتجوز ونخلص منكم. زوجوا من لا زوج له. فقولوا بعد فترة خلاص جوزنا الشباب فاضت الخزائن. قال لهم فأعطوا دبة لكل من لا دبة له عربية لكل مواطن ونعمل باركنج بقى في الكلية بقى كل واحد داخل العربية بتاعته. قالوا له يا أمير المؤمنين فاضت الخزائن. قال لهم أدوا ديون كل من عليه دين أدوها. قالوا له يا أمير المؤمنين فاضت الخزائن انت عاشق اقتصاد رهيب في ظل شريعة الله سبحانه وتعالى. فقال إذن فانثروا الحب على رؤوس الجبال حتى لا يقال أن الطيور جاعت في بلاد المسلمين. يعني زرعنا الجبال لما كنا مع دين ربنا ومع شريعة ربنا. الوقت طبعا 95% من بلد حضراتكم صحراء جرداء. يعني احنا هنا من يعني الندوة يعني قصبة ما بين كلية الزراعة وما بين كلية علوم. يعني اخواننا في كلية الزراعة يعني لما الواحد بيركب طيارة بيحزن والله يا اخواني بيحزن وهو رايح سعودية ولا رايح اي بلد بقى في شرق مصر ولا حاجة. الدنيا كلها صحراء ما فيش غير اللون الاصفر ما فيش. امريكا زرعوا الجبال واحنا للأسف الشديد قاعدين نجري ورا الشرق شوية ورا الغرب شوية لحد ما يعني البلد بتاعتنا بتضيع. ربنا يرد مصر الى شرع الله ردا جميلا. فرب ربنا يجوزكم يا شباب برضه. كان احد الـ يعني من بنجلاديش او الهند او باكستان حته من هناك كده يعني والناس دي هناك روحانياتها عاليه قوي قوي يعني. فكان مسافر يعني بيحج او بيعتمر فقعد يطوف حوالين بيت الله الحرام في عز الظهر. عز الظهر ده انتوا ما شفتوش حر السعوديه. ما حدش منكم جرب مكه الساعه 12 الظهر دي معناها ايه؟ يعني ممكن الواحد وشه يتحرق من شده الحراره بس لو مشي كده عادي يعني. فقعد يطوف حوالين الكعبه وهو مش هنا خالص بقى يا رب الجنه يا رب يا رب هور عين يا رب. هو عايز يتجوز بس في الاخر يا رب الجنه يا رب يا رب هور عين يا رب. فقعد يلف سبع شوط 14 شوط 21 شوط 70 شوط ومفيش فايده. قاعد يا رب الجنه يا رب يا رب هور عين يا رب. فيعني في الاخر جاله ضربه شمس فوقع من طوله فخدوه المستشفى. فالمستشفى بقى قدام الحرم على طول. يعني صحى من النوم بقى من يعني من اثار ضربه الشمس فلقى الستار بيضة وسراير بيضة والملايات بيضة وكل الجنة ربنا تاني الجنة. فالممرضات بيحسبوه عنده بقى حالة عصبية ولا حاجة فداخلين يهدوه فلا داخل الممرضات لابسين ابيض عليه هور عين ربنا تاني الهور العين. فيعني ربنا يزوج الصالحين بالصالحات ويزوج الصالحات بالصالحين. وابشروا يا شباب كلها ان شاء الله 10 سنين 15 سنة 25 سنة ان شاء الله باذن الله بعد الثورة الامور تحسنت. فان شاء الله في امل قبل ما الشباب يموت يتجوز ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. اللي كنا عايزين نتكلم يا اخواني يعني بصراحة يعني الحديث مع الشباب حديث ذو امال والام. الواحد لما يعني بيلف الوقت في مصر او يعني يتحدث مع الشباب الوقت احنا في ازمة حقيقية يا اخوانا. مصر في خطر حقيقي خطر حقيقي في البلد ده. ومصر امل للامة كلها وانتوا امل لمصر. يعني انتوا امل للامة انتوا امل للاسلام. اوعى حد يقلل قيمتك عند نفسك. اوعى حد يقلل قيمتك عند نفسك. انتوا
دينكم مستني منكم كتير قوي، انتوا امل كبير قوي 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 يا شباب لدينكم، اكبر مما تتخيلوا واكبر مما تتصوروا. عشان كده كل واحد منكم لازم يبقى على قد المسؤوليه. دلوقتي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال انما الدنيا لاربعه نفر، انما الدنيا هو الموضوع كله اللي الناس بتجري فيه ده، هو اربع حاجات: رجل اتاه الله علما ومالا، عارف ربنا، عنده علم وعنده فلوس، فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه، يعني ماشي صاحب، يستخدم امكانياته ومواهبه وماله وشهادته وكل موهبه ربنا اداها له في سبيل دين ربنا. ورجل اتاه الله علما ولم يؤته مالا، هو عارف ربنا بس معهوش امكانيات زي الشاب التاني، معهاش امكانيات زي زميلتها التانيه، فهو يقول لو ان لي مالا مثل فلان لعملت فيه بعمله، لو معايا بس زي ده، لو بعرف اكتب شعر زي فلان، لو انا بعرف اتكلم وسط زميلاتنا زي فلانة، لو انا لساني طويل في الدعوة الى الله زي فلان، لو انا معايا فلوس زي الاخ فلان اللي سخرها للدعوة، لو، فهما في الاجر سواء. الله اكبر، هما الاثنين في الاجر مع بعض، حصلوا بايه؟ بنيته. ورجل لم يؤته الله علما واتاه الله مالا، ما هوش عارف ربنا، هو معاه مواهب، معاه امكانيات، معاه فلوس، معاه شباب، معاه قوه، معاه صحه، معاهم مواهب، ولكن هو مش عارف ربنا سبحانه وتعالى، فهو لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه، عايش في الدنيا دي بالطول والعرض كده. ورجل لم يؤتيه الله علما ولا مالا، واحد لا عارف ربنا ولا معاه حاجه في الدنيا، يبص للتاني بقى، لو ان لي مثل فلان لعملت فيه بعملي، فهما في الوزر سواء، هما الاثنين والعياذ بالله في الوزر سواء. يا شباب، انما الدنيا لاربع: شاب اتاه الله عربيه لانسر او بي ام فئه 7 او سي كلاس و موبايل بوليفونك في ذاكره فيها 5000 اسم، ممكن يكون 4000 منهم اسم بنت من البنات، ومعاه كاميرتين، واتاه الله اب بيديه فلوس بلا حساب، واتاه الله غنى، واتاه الله صحه وشباب ووسامه، فهو بيعمل ايه؟ يلف بالعربيه مع اصحابه ويركب طقم صوت ب 10000 جنيه ويشغل اخر البومات نزلت ويفتن الناس كلها في الشارع ويركب مع ده ويركب مع دي. وشاب لم يؤته الله عربيه لانسر ولا موبايل بوليفونيك، والاب بيديله فلوس بلا حساب، فيبص للتاني كده وراكب العربيه ومنطلق، يقول لو انا عندي زيك لعملت فيه بعمل فلان، فهما في الوزر سواء. يا رب ده مشاش مع نفس الصحبه اللي ده مش فيها، في الوزر سواء. يا رب ده ما شغلش الاغاني اللي ده مشغلها يسمع 5 شوارع على يمينه وعلى شماله، فهما في الوزر سواء. يا رب ده ما عملش اللي ده عمله وما طلعش الطلعات اللي ده طلعها، فهما في الوزر سواء. انما الدنيا لاربع: بنت اتاها الله، اب ما بيقولهاش انت رايحه فين وجايه منين، بنت اتاها الله مال، بنت اتاها الله جمال تفتن بيه اي شاب من الشباب، فهي بتروح لكل يومين كوافير عشان تعمل احدث قصه، تروح لاحدث محلات بتبيع اعلى كعب عالي واكتر لبس روش يفتن الشباب، و و و وبنت لم يؤتها الله مالا ولم يؤتها الله اب ما بيقولهاش انت رايحه فين وجايه منين، فهي تبص للتانيه كده وتقول لو ان لي مثل فلانه لعملت فيه بعمل فلانه، فهما في الوزر سواء. يا رب دي ما كشفتش شعرها وما بقتش زيها وما لبستش كعب 13 سنتي وما كلمتش 100 صاحب وصديق في الجامعه وعلى النت، فهما في الوزر سواء. ليه؟ عشان امنيه قلبها. وشاب اتاه الله مال، واتاه الله عربيه كويسه، واتاه الله امكانيات يلف بالعربيه يجيب اصحابه عشان يروحوا درس ديني ويشحن المحمول بتاعه ويصحي كل زمايله للفجر، وواحد تاني لم يؤته الله هذه الامكانيات، يبص كده ويقول لو ان لي مثل فلان لعملت فيه بعمل فلان، فهما في الاجر سواء. يا رب ده ما ملاش بنزين عربيه عشان يلف على الناس يجيبهم الجامع، يا رب ده ما شحنش كارت محمول عشان يتصل بكل اصحابه يصحيهم الفجر، يا رب ده ما بذلش مجهود ده، فهما في الاجر، فهما في الاجر سواء. يا شباب، قضية قلبك فين؟ قضية نيتك فين؟ قضية كل واحد منا مشاعر قلبه فين؟ انت قلبك ده ممكن يخليك في الفردوس الاعلى، مشاعر قلبك ممكن تخليك في الفردوس الاعلى. لما الشباب بيعرف ربنا الامة كلها بتقوم، الامة كلها بتفوق. لما ارادوا ان هم يضيعوا
ضيعوا الأندلس أسبانيا والبرتغال عملوا إيه؟ لما أرادوا أن هم يضيعوا أو يأخذوا الأندلس أسبانيا والبرتغال قالوا نشوف الشباب الأول، نزلوا جواسيس من عندهم يشوفوا أحوال الشباب بتاع الأندلس، أحوال شباب الأمة، فلقوا شباب قاعد على أو شاب قاعد على مجرى ماء وقعد يبكي. فبيقولوا بتبكي ليه؟ قال لهم أنا كل مرة بجيب النشان من المرة الأولى، أنا المرة دي جبته من المرة الثانية، هجاهد في سبيل الله إزاي؟ هنصر دين ربنا إزاي؟ رجعوا قالوا لهم بس ابعدوا عنهم الوقت، مالكوش دعوه بالمسلمين الوقت، مش هتقدروا تعملوا لهم حاجه. ليه؟ طول ما البنات لابسه لبس امهات المؤمنين، طول ما الشباب صلاه الفجر في الجامع قد صلاه الجمعه، طول ما الشباب بيجتهد في الدعوه الى الله وشايل رساله ومسؤوليه، طول ما اطفالهم بيحفظون قران وهم صغيرين، مالكوش دعوه بالمسلمين الوقت، مش هتقدروا تعملوا لهم حاجه. مرت سنين، طب نعمل معهم ايه؟ طب نضيع الامه دي ازاي؟ بسيطة، ضيعوا الشباب، نضيعهم ازاي؟ زي الوقت اعملوا لهم مسلسلات الساعة 8 والساعة 10 والساعة 12، قنوات كاملة للمسلسلات، قنوات كاملة لأحدث أفلام تزح 24 ساعة متواصل بلا توقف، اعملوا لهم قنوات، قنواتنا نفسها مش في نفس الدرجة من الفساد، اعملوا لهم قنوات مش هتقدر تغمض عينيك، روتانا وشطايم، اعملوا لهم مواقع نت سيئة بتتكلف ملايين ومحدش يعرف، كله بيدخل عليها ببلاش. ومحدش عارف مين اللي عمل المواقع دي، او مين اللي مولها، او مين اللي خلاها ببلاش، او مين اللي عمل كل ده. اعملوا حتى للاطفال بتوعهم قنوات تقتلوا فيه الدين في قلب الطفل من هو لسه صغير، ما يعرفش يعني ايه دينه، يتوه الطفل من هو صغير. اعملوا لهم، صدروا لهم لبس للبنات اللي عندهم، ممكن عندنا معظم البنات هناك ما يلبسوهوش، لو اخترقتوا حاجه في الفيزياء النوويه ولا في القنابل النوويه ما توديها لهمش، ولو وصلتوا لحاجه في الجاز او الراب او الميتال او الروك ودوها لهم، توهوهم على قد ما تقدروا. احيوا كل نعره من 5000 سنه ومن 10000 سنه في بلادهم، وبعد سنين نزلوا جواسيس تانيين يشوفوا الشباب، لقوا شاب قاعد على مجرى ما هي قاعد يعيط، بتعيط ليه؟ اصل انا حبيبتي ما عبرتنيش وسابتني، وانت بتعيط ليه؟ اصل انا معيش فلوس اجيب جل، وانا ما اقدرش انزل وسط اصحابي من غير جل، وانت بتعيطي ليه؟ اصل ماما مش راضيه ان انا البس اللبس اللي انا عايزاه، بتقول لي اخرك انك انت تلبس استريتش بعد كده ما عادش ينفع، وانت بتعيط ليه؟ اصل الفريق بتاعي ما كسبش المباراه بتاعت امبارح، وانت بتعيط ليه؟ اصل المغني اللي بحبه ما خدش اعلى البوم في التوزيع السنه دي، وانت بتعيطي ليه؟ اصل اللي انا كنت مرتبطه بيه عاطفيا ما اتصلش بيا بقاله فتره وما بيردش عليا، وانت بتعيط ليه؟ بس خلاص، لو الشباب وصل للمرحله ديت خلاص اضربهم العراق وشقوها ثلاث اجزاء، اضربوا غزه بقنابل الفسفور محدش هيقدر يتكلم، اذبحوا جنوب السودان وشقوها عن الامه كلها محدش هيقدر يعمل حاجه. ليه؟ لان الشباب بقى خلاص مشغول عن دينه، البنات بقت مشغوله عندنا، ما عادتش احلام الشاب لما بيحط راسه على المخده قبل ما ينام يا ترى انا رضيت ربنا ولا لا، والبنت يا ترى انا قربت من ربنا ولا لا، بقت الاحلام اتغيرت، الافكار اتغيرت، بقينا بعاد عندنا يا شباب. يا اخوانا الموضوع كبير، الرسول عليه السلام لما يقول انما الدنيا، انما الدنيا، انما دي كلمه قصر، يعني ايه؟ يعني يا اخوانا الدنيا، الدنيا دي صغيره قوي، الدنيا دي بسيطه قوي، زي واحد حاطط شيلن على عينيه وقعد يقول لك الدنيا سودة، طب ابعد الشيلن كده، ده الدنيا واسعه وكبيره ومنوره، وكل اللي كان سند عليه الدنيا كلها كان شيلن مش اكتر من شيلن. احيانا ممكن شاب يبقى فيه معصيه مش متخيل ان هو يلتزم ويسيبها، مش متخيل ان هو يقدر يكمل في طريق ربنا ويسيبها، مش متخيل انها تقدر تعيش من غير هذا الامر، هذا الامر او هذا الموضوع، مش متخيل الحياه من غيره، هو شيلن لو بعده عن عينيه هيلاقي الموضوع بسيط. يا اخوانا الطاعه كده، الطاعه كل ما بتبذل فيها بتدوق لذه بتشوقك للي اعلى منها. سيدنا موسى لما كلم ربنا سبحانه وتعالى فاشتاق قوي، اشتاق فقال عجلت اليك ربي لترضى، خلاص يا رب انا سايب الدنيا كلها وجاي لك. لما ذهب للقاء الله سبحانه وتعالى اشتاق اكتر، قال رب ارني انظر اليك، لا ده خلاص بقى ما عادش الموضوع ان ربنا بيكلمه، ده نفسه ينظر الى الله، نفسه في الاعلى. هي الطاعه كده، الشاب يلتزم بطريق ربنا سبحانه وتعالى
تعالى، يحس بسعادة غامرة، يحس براحة بال غامرة، يبدأ بعد كده يصلي الفجر في الجامعة ياه وهو رايح وجاي يحس ان قلبه طاير، يبدأ ينزل الكلية من كتر الإيمان اللي جوه قلبه، يبدأ يكلم ده، تبدأ تكلم دي وتكلم دي وتكلم دي، يحس ان هو خلاص حد يلتزم على ايده او يجي على ايده، يحس انه مسك حتة من السماء بايديه، زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا ايه صعدا صعدا. يعني يا اخوانا، يعني النعيم بتاع اهل الطاعة متصاعد والعذاب بتاع اهل المعصية متصاعد، يعني مفيش حاجة اسمها ان لذة الطاعة بتقف او ان شقاء المعصية بيقف، الموضوع متصاعد متصاعد. يسلكه عذابا صعدا، واللي عارف ربنا يسلكه نعيما صعدا. يفضل اللي عارف ربنا اول ما يدخل في طريق ربنا يلاقي قول الله سبحانه وتعالى: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. ربنا بيقول لفتحنا عليهم بركات. كل واحد هيسعدك على قد ما بيحبك، يعني واحد صاحبك مثلا فقير وعايز يسعدك هيجيب لك سندوتشين فول ويجيب لك حاجه ساقعه او كوبايه شاي، طب واحد غني عايز يسعدك هيجيب لك حاجه دليفري كومبو ويجيبه لغايه عندك. طب تخيل ولله المثل الاعلى، ربنا يريد انه يسعدك، ربنا يريد انه يسعدك. لفتحنا، ربنا اللي هيفتح عليك، ربنا اللي هيفتح عليكي. انتوا لسه يا شباب طالعين، قدامكم مستقبل طويل. هتتخرج امتى؟ ما انتش عارف. ها لما تتخرج هتلاقي وظيفه ولا لا؟ ما انتش عارف. هتتجوزي ايه مين؟ ما انتش عارفه. زوجك هيسعدك ولا لا؟ ما انتش عارفه. اولادك هيسعدوكي ولا لا؟ ما انتش عارفه. هتبقى كل المستقبل بتاعك الوقت انت ما انتش عارف يحصل فيه ايه. انت محتاج ربنا اكتر ما انت محتاج النفس اللي انت بتتنفسه. ربنا بيقول لك تعالى تعالى: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات بركات من السماء والارض. ربنا بيوعدك بيوعدك وبيوعدك بالسعادة في الدنيا قبل الآخرة لو انت اقبلت على الله، عكس الوعود المزيفة زي وعود الشيطان. وقال الشيطان: ولما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. بقى الخطبة يعني أخطر خطبة في التاريخ. لو الخطبة دي كانت أعطيت في الدنيا كانت اتعملت سيديهات أوديو وفيديو وام بي 3 ودي في دي، واتعملت في كل الأشكال وكل الدنيا سمعتها. إنما أكبر مزور في التاريخ ما نطقش غير جوه جهنم. لما قضي الأمر، لما كل حاجة انتهت خلاص، لما أهل الجنة دخلوا الجنة وداقوا نعيمها، لما أهل النار دخلوا النار وداقوا عذابها، لما كل حاجة انتهت، هنا أكبر مزور في التاريخ يطلع ويعتلي منبر بالنار ويجمعوا أهل النار. كانوا في الدنيا لما بيسمعوا مثلا عن خطبة أو عن درس ممكن ما لا ده أنا ورايا صلاة، ده أنا ورايا مشوار، الوقت كله هيجي، الوقت كله هيجي. كان في الدنيا يا ما سمعوا مواعظ، يا ما سمعوا دروس، ولكن ما كانش قلبه بيتحرك. النهاردة لما هيسمع عنوان الخطبة ده بس قلبه هينفطر. وعدتكم فأخلفتكم. وقال الشيطان اللي بيخطب أكبر مزور ونصب في التاريخ، الجمهور بتاعه الزناه اللي قتلهم، المنافقين اللي حاربوا أولياء الله، المجرمين، القتلة، الفسقة، كل ده يعني نفاية البشرية، يعني جهنم دي صندوق قمامة البشرية اللي ما تبش منهم. وقال الشيطان: لما قضي الأمر، لما كل حاجة انتهت، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. بقى ربنا يقول لك صلاة الجماعة ب25 ضعف، وأنا أقول لك يا عم نام وابقى عوض وتسمع كلامي وتسيب كلام ربنا. بقى ربنا يقول لك حجاب أمهات المؤمنين، وأنا أقول لك عيشي شبابك، تسمعي كلامي وتسيبي كلام ربنا. بقى ربنا يقول لك حياتك دي كلها هسألك عن شبابك فيما قبلها لا تزول قدم عبد، الحديث اللي سمعناه كأن كل واحد رجله مربوطة يوم القيامة مش هيقدر يتحرك إلا لما يجاوب على الأسئلة دي. وأنا أقول لك يا عمي سنة سنتين ثلاثة وابقى توب بعدها، تسمع كلامي وتسيب كلام ربنا. وقال الشيطان: لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. عمرك شفت 5 شياطين ماسكين شاب بيجرجروه والله لا أنت قاعد على القهوة، أو 5 شياطين ماسكين بنت والله لا أنت قدام المراية حط 20 نوع مكياج قبل ما تنزلي؟ عمرك شفت ده؟ اخواني في الله،
النعيم الصعب يبدأ بنعيم الدنيا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. ربنا بيقول فلنحيينه حياة طيبة. يعني ايه حياة طيبة؟ سيدنا إبراهيم كان في النار في حياة طيبة، سيدنا يوسف كان في السجن في حياة طيبة. يجي الموت يتقالوا ان النعيم خلص، يتقالوا ان السعادة اللي كان فيها خلصت، يفاجأ ان الموت نعيم أشد من أي نعيم. حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا خلاص بيبعد عن الدنيا بقى، وإقبال من الآخرة خلاص بيقرب بقى من الدار الآخرة، لحظة لقاء ربنا سبحانه وتعالى جاية، أتته ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس. تخيل وانت على فراش الموت كده بدأت تطلع شمس في شمس في شمس، فيجلسون منه مد البصر آلاف الشموس طلعت عليك، تلاقي الدنيا كلها منورة حواليك. ثم يأتي ملك الموت فيقول أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى رب راض غير غضبان. اللي كان أمنية حياته في الدنيا إنه هو نايم يحس إنه نايم وربنا راضي عنه وربنا راضي عليه، اللي كان عذابه كله في الدنيا إنه ما هوش عارف ربنا راضي عنه ولا لأ. ثم يأتي ملك الموت فيقول أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى رب راض غير غضبان، فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. لما تقلب الإزازة دي كده شوف المية بتنزل، زي ما صدقت إنك أنت تفتح لها مكان تجري منه ما صدقت. أهو بالظبط كده الروح مشتاقة إلى الله، ياخدوها يصعدوا بها في السماء، مفيش ملأ من الملائكة يراها إلا ويقول ما هذه الروح الطيبة؟ الريحة دي ريحة إيه؟ دي ريحة عملك الصالح، دي ريحة حجابك، دي ريحة قيامك بالليل، دي ريحة صلاتك للفجر، ده ريحة غضك للبصر، ده ريحة الإيمان اللي كانت في قلبك، ويفتح ليك أبواب السماوات السبعة. يعني جنازتين، جنازة في الدنيا ماشيين بيبكوا على جسد هيدفن، وجنازة في السماء أو فرح في السماء وراء هذه الروح الطيبة اللي هتصعد إلى مولاها. عشان ربنا يقول صدق عبدي فاكتبوا كتاب عبدي في عليين. يخلص خلاص الموت، هو نزل كده قبره يتقالوا ان خلاص الموضوع خلاص، هو في نعيم اكتر من كده ايه؟ مفيش نعيم، ده اتعمل لي زفة في السماوات السبعة كلها من اعظم الملائكة. في نعيم اكتر من كده؟ ينزل القبر يلاقي واحد وشه جميل ومنور داخل عليه وثيابه جميلة، يقول له من انت؟ انت مين؟ وجهك الوجه الذي يأتي بالخير. يقول له انت مش عارفني، انت مش فاكرني، انت مش فاكراني، انا عملك، انا عملك الصالح، انا وشي المنور ده خشوعك في الصلاة، صوتي الجميل ده ترتيلك للقرآن، كل ملمح من ملامح عبادة من العبادات اللي انت عبدت ربنا بيها واللي انت عبدت ربنا بيها. يقوم القيامة خلاص، لما في القبر يفتح ليه باب الى الجنة، يبص كل يوم على مشهد جديد من مشاهد جنته اللي هيتنعم فيها في الجنة، كل يوم مشهد جديد من المشاهد. لما يفتح ليه باب الى الجنة، هو في نعيم اعظم من كده؟ انت ساكن في شقة بتطل على البحر في اسكندرية، طب ما بالك بشقة بتطل على الجنة؟ ما بالك لما يبقى القبر مد البصر وبمساحته قد ايه ده، وبيطل على الجنة، وبيأتيك من نسائم الجنة، وبيأتيك من روائح الجنة. يقوم يوم القيامة يقول لا يمكن يكون في نعيم اكتر من نعيم اللي انا عشته ده. يلاقي الملائكة مستنياه، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم، ده يومك، زي ما يقولوا العريس كده ده ليلتك، ده يومك، يوم القيامة ده كله أفراح للمؤمنين. قال تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. يوم ترى كل واحد من الناس مستني يوم، في بنت مستنيه يوم الجواز، بنت مستنيه يوم ما يتقدم لها عريس، شاب مستني يوم ما يتخرج، انت ايه اليوم اللي انت مستنيه؟ ربنا بيقول لك في يوم عظيم لو عرفت احداثه قلبك يتلهف على اليوم ده، امتى هيجي؟ يوم ترى يوم 50,000 سنة كله افراح للمؤمنين. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم. النهارده ممكن يكون الملتزم ده بيسخر منه، دي لو لبست لبس امهات المؤمنين تلاقي حد بيسخر منها. يوم القيامة دول اللي هيرفعوا على منابر من نور، الكل بيبص لهم ويقول يا ريتني كنت معاهم. يوم ترى من اول لحظة والملائكة بتتلقاك احتفال، احتفال بخروجك، وجون يومئذ مسفرة. الشمس لما تطلع على الدنيا يقول لك اسفرت الشمس، انت خارج من تحت التراب، شمس طالعة من تحت التراب. بعد كده
تاني حفلة كل البشر رايحين على أرض الحج، الشمس على بعد ميل، العرق لحد الأذان ولحد الرقاب، وانت متاخد وانت متاخدة على مكان تاني خالص. فين؟ على ظل عرش الله، على المقصورة الملكية يوم القيامة، تقف في ظل عرش الله. الناس في الحر وانت في ظل عرش الله، الناس عارية وانت بتكسى من حلل الجنة، الناس مرعوبة وانت ملائكة الرحمن بتطمنك، الناس عطشانة وانت النبي بيسقيكي بإيديه عليه الصلاة والسلام، من حوض النبي عليه الصلاة والسلام. يا اخوانا نعيما صعد يوم القيامة ده، لولا ان اهل الجنة بيبشروا بعضهم الجنة كانوا ماتوا كمدا من الافراح بتاعت يوم القيامة، كانوا ماتوا كمدا من هذه الافراح. بعد كده يجي حوض النبي عليه الصلاة والسلام، تخيل النبي وبيجمع الناس والملائكة بيجمعوا، مش اي حد يدخل حوض النبي عليه الصلاة والسلام. هتقابل النبي، هتقابل الصحابة، هتقابل احبابك، هتقابل السلف، هتقابل، والنبي بيجمع بناء على علامة معينة، غر محجلين، يعني علامة الوضوء منورة، منورك بينهم ومنورة ايديهم ورجليهم، اللي النور ده فيه نور الوضوء ده اللي يتاخد، اللي مهمل في الصلاة، اللي بتصلي على سطر وبتسيب سطر. يا ترى النبي هيعرفك ازاي يوميها عليه الصلاة والسلام؟ يا ترى انت بإهمالك للصلاة او بتضيعك للصلاة ممكن ساعتها النبي يعرفك يوم القيامة؟ اذا كان علامة اللي النبي هيعرفك بيها هي علامة الوضوء، فما بالك اللي ما بيصليش، اللي ما بيتوضاش وما بيصليش، ده يعني النبي عليه الصلاة والسلام هيعرفه ازاي؟ عليه الصلاة والسلام هيدخل حوض النبي ازاي؟ افراح ورا افراح يا جماعة. على الجانب الاخر بقى، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا والعياذ بالله. يبدأ العذاب من الدنيا، من اول المعصية. ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا؟ يعني ايه؟ ربنا بيقول للعاصي، ربنا بيقول للي بعيدة عن ربنا، انت فاكرة انك هتسبقيني؟ انت فاكر انك هتسبقني ازاي؟ لو سبتك تتمتع بالمعصية يبقى سبقتني، هعذب كل عاصي بمعصيته مرتين، مرة عشان يوصلها ومرة هعذبه بيها بعد ما يوصلها. الشاب عشان يكلم البنت هتطلع عينيه ويفضل يلف ويدور ويحاول يوصل من 100 سكة. طب وبعد ما يوصلها؟ خلاص بقى ارتاح بقى وخلاص، هيتعذب بيها، هيفضل وهي خايفة احسن والدها يشوفها، هو خايف طب انا هجيب فلوس منين احسن يتقدم لها عريس، وكل يوم خناقة وكل يوم شكل، يعيش في عذاب وهي تعيش في عذاب. يعني اللي بيعصي ربنا عامل زي اللي جاله التهاب في الزايدة فبيصرخ، فخد حباية مسكنة، الحباية المسكنة سكنت الألم ساعتين، ولكن الساعتين دول الألم راح، ولكن الزايدة انفجرت عملت له تسمم في الجسم. الشاب اللي بيعصي ربنا متعذب تعبان، طب يعمل ايه؟ انزل يقعد على قهوة، انزل يقعد على قهوة، يلاقي نفسه خلاص نسي، بس اول ما يرجع العذاب يرجع. طب اعمل ايه؟ طب انزل روح نادي، انزل روح اي مكان، يروح يلاقي نفسه خلاص نسي، يرجع العذاب يرجع تاني. لا انت عايز فسحة كبيرة بقى، ينزل يروح رحلة اسبوع ينسى، يرجع من الرحلة يلاقي الاكتئاب زاد. والاكتئاب ده ليه؟ نفسه بتستغيث بيه، بتقول له غذيني بالغذاء بتاعي، جسمك له غذاء وانا ليا غذاء، غذاء الروح، القرآن، الصلاة، الايمان، الصحبة الصالحة، غذيني غذاء الروح، يعيش حياته في عذاب زي ما ربنا قال. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. يعني ايه ضنك؟ يعني النهاردة زي امبارح وبكرة زي بعده. لو عملنا تسجيل لحياة الشاب وتسجيل لحياته بكرة وتسجيل ليومه بعده وقارنا بينهم مش هنلاقي فيه جديد. خلاص بتسمع اغاني، سمعت 1000 اغنية، كل اغنية سمعتها 1000 مرة حفظتها، مفيش جديد. طب انت سعيدة؟ لا. طب انت وصلت الحاجة؟ لا. طب انت حققتوا احلامكم؟ لا. طب انت مكمل ليه؟ طب انت مكمل في الطريق ليه؟ يجي الموت يقول يا اخيرا هستريح، الحمد لله ان انا هستريح من الموت، اخيرا هستريح من العذاب اللي انا كنت فيه، يلاقي الموت عذاب اشد من عذاب الدنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد الكافر أو الفاجر، أو الفاجر إذا كان في انقطاع من الدنيا، انقطاع زي ما الكهرباء تقطع، فجأة المراوح وقفت، فجأة النور قفل، فجأة الميكروفون وقف، انت قاعد على الكمبيوتر وقفت،
كل حاجة فجأة وقفت. إذا كان في انقطاع الموت بيجي فجأة لأي حد، وإقبال من الآخرة أتته ملائكة سود الوجوه. تخيل إنسان نايم على فراش الاحتضار وبيشوف المنظر ده قدام عينه، بيشوف مد البصر ملائكة سود الوجوه، كل اللي حواليه واقفين بيبكوا بيدور على دكتور، وهو بقى في عالم تاني، بقى بيفكر في حاجة تانية، بقى بيبص على اللي قدامه دول هيعملوا فيه إيه. ويا ترى لو ده أول مشهد زي ما كان عثمان بن عفان ينظر للقبر ويبكي، فيقولوا له ليه ما تبكي؟ يذكر أمامك يوم القيامة لا تبكي، تشوف القبر تبكي. قال لهم إن أمرا هذا أوله، القبر ده أول الآخرة، لحري إن أمرا هذا أوله لحري بأن يستعد له. هو القبر ده بداية الآخرة بس، ده أول مشهد في المسلسل ده بس، وإن أمرا هذا آخره، ده المشهد الختام الدنيا، حري بأن يزهد فيه. هي إيه الدنيا دي؟ إيه الدنيا لما ده المشهد الأخراني بتاعها؟ بعد كده يلاقي في القبر خلاص واحد داخل عليه شكله وحش، ريحته وحشه، لبسه وحش، لونه وحش، يقول له من انت؟ فوجهك الوجه الذي ياتي بالشر، انت مين؟ يقول له ياه ما انتش فاكرني يا راجل، ما انتش فاكر 500 علبة سجاير شربتهم، ما انتش فاكر 300 كليب اتفرجت عليهم، ما انتش فاكر 2000 فيلم اتفرجت عليهم، ما انتش فاكر 300 ليلة قضيتهم على قهاوي بتشرب في الدخن وبتشرب، ما انتش فاكرني؟ انا عملك السيء، انا عملك، انا معاك لحد يوم القيامة، انا كل عمل في معصية ربنا انت ما تبتش منه، انا عملك هتبص لوشي هتفتكر تركك للصلاة، هتشم ريحتي هتفتكر التدخين واللي انت كنت بتشربه، هتبص لصوت الاجاش هتفتكر ان انت ما كنتش بتقرأ في كتاب ربنا. انا عملك، انا عملك متجسد في شكل واحد، هفضل معاك ليوم القيامة، افكرك بكل معصية عملتها. يجي يوم القيامة يقول خلاص انا خلصت من العذاب اللي تحت التراب ده، يفاجأ ان يوم القيامة يوم اشد من كل هذا. يا اخوانا الموضوع كبير، يا اخوانا الموضوع كبير. الفرق بين الجنة والنار مش الفرق ما بين انتر كونتيننتال او فندق 7 نجوم وما بين لومان تورا او ما بين سجن من السجون، مش الفرق ما بين قرية سياحية على شواطئ اوروبا وما بين وسجن من السجون حد دخله. الفرق من الجنة والنار أكبر من كده، الفرق بين النعيم والتعاسة، النعيم اللي بيعيش فيه المطاع لربنا والتعاسة اللي بيعيش فيها البعيد عن ربنا أكبر من كده، أكبر من كده بكتير. الشاب دلوقتي يعني سبحان الله تيجي تكلمه السؤال اللي يعني كثيرا ما يأتي في أي كلية أو في أي جامعة، يقول لك يعني هو الحب حرام ولا حلال؟ طب انت قصدك حب مين؟ قصدك حب الاب ولا حب الام ولا حب ان الواحده تحب صاحبتها ولا ان الواحد يحب اخوه في الله؟ انت قصدك قصدكم على ايه يا شباب؟ الحب اللي بين الولد والبنت يا جماعه. طيب انتوا رايكم في ايه؟ تلاقي نص الدنيا اتقسمت نص، النص يقول لك حرام ونص يقول لك حلال. سبحان الله العظيم، يعني لما هي دي مشاكل الشباب دلوقتي، هي دي هموم الشباب دلوقتي. قصة الحب بتبدأ في مكان من 3 أماكن يا جماعة، حد عارفهم؟ يا إما في الجامعة، يا إما في الدروس المختلطة، يا إما في المدارس المشتركة، يعني في المؤسسة التعليمية. يعني المؤسسة التعليمية دلوقتي هي اللي بتخرج لنا كل قصص الحب أو 95% من قصص الحب. الشاب بيدخل في المدرج أو يقعد في الدرس المختلط ويبدأ قاعد في المدرج وهو معتقد أنه طالب علم ومعتقد أن أنا جاي هنا أطلب علم ومليش دعوة غير بالعلم، وحاطط الكتاب تحت باطه كده، وإيه أنا جاي الكلية دي عشان أتعلم، مليش دعوة بأي حاجة تانية. ويقعد في المدرج بتاعه يبدأ يستمع للدكتور وهو بيشرح، يفاجأ بعد نص ساعة أنه مش فاهم أي حاجة من الابتتال، فيبدأ يبص على الناحية التانية كده فعينيه تقع على أخت من الأخوات، استغفر الله العظيم وأتوب إليه، فيبدأ يستغفر ربنا ويتوب إليه ويتوب لربنا 5-6 مرات كده وقاعد. وبعد كده يبدأ يركز مع الدكتور تاني، يفاجأ أنه مش فاهم أي حاجة من الدكتور بيقولها برضه لسه، فيبدأ رقبته لا إراديا تروح الناحية التانية على نفس المكان اللي راحت عليه. وبعد كده يبدأ عينيه تروح للدكتور وتروح للأخت وتروح للدكتور وتروح للأخت، وبعد كده يكتشف أن مفيش وجه مقارنة، فيبدأ يقرر ان خلاص عينيه ما عادتش هتبقى مع الدكتور بعد كده،
ويتنازل عن نظرية طالب العلم اللي كان داخل الكلية بيها، وتبدأ عينيه تتابع أختنا الفاضلة، يروح البيت بتاعه يبص كده للسقف كده ويقعد يبص، والدته تدخل: مالك يا ابن، انت جعان ولا حاجة؟ يقول: لا لا، أنا بفكر في موضوع بس. أبوي يبص عليه: يا ابن انت سخن. يقول له: لا 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 لا، أنا بس في موضوع شغلني، أنا كويس الحمد لله. طيب يا ابني، يجي أخونا تاني يوم خلاص قرر إنه ولا طالب علم ولا حاجة، يبدأ يدور يا ترى أختنا فين. هو داخل طبعا نايم الساعة 7 الصبح، وصاحي الساعة 8 الصبح، وجاي وشه منفوخ وعينيه مقفلة ومواش شايف قدامه، أول ما يشوفها يفوق ووشه يحمر ودانه تقف ويبدأ يستيقظ تاني ويبدأ يركز بقى الموضوع ده تاني. يفضل شهر يا عيني يبص وهو ما هوش عارف يعمل ايه، بيحاول يوصل بأي طريق وهو لسه في المرحلة الأولى، مرحلة أولى انهيار، لسه بيبص ما هوش عارف يعمل ايه. يبدأ يبص كده: طب اتحرف ازاي؟ طب اتكلم ازاي؟ وبعد شهر أو شهرين يكتشف ان هي مصاحبة واحدة صاحبة صاحبه، فيبدأ يعرف سكة يقدر يوصلها منها، فيبدأ يتزلل صاحبه شهر عشان صاحبه يرتب لقاء يقدر يتكلم معه فيه. فبعد شهر او بعد شهرين يقدر صاحبنا اخيرا انه يقف مع اختنا الفاضلة اللي بصة في الارض دايما طبعا، وما هيش عارفة اي حاجة في اي حاجة، وما هيش واخدة بالها من نظراته اللي بقاله 3 شهور قاعد يبصلها فيها. بعد كده يبدأوا الاتنين يرسموا على بعض، يدخلوا في المرحلة التانية، مرحلة الرسم. مرحلة الرسم بتبتدئ بانه يحكي عن بطولاته وهي تحكي عن بطولاتها، هي تحكي عن الشارع اللي لما نزلته امبارح كل الناس وقفت على رجل، وطابور العرسان اللي واقف على الباب كلهم مستنين اللحظة اللي والدها يأذن ان هي تدخل، ان هو يدخل فيها حد منهم، وتقعد تحكي عن البطولات بتاعت المعاكسات اللي بتحصل لها، وهو يقعد يحكي لها بقى عن لما خلصوا العميد من بين ايديه وهو كان زعلان وبيصمم ان هو، ولكن لولا بس ان هم خلصوا العميد من بين ايديه ما كانش حصل ده، وعن البطولات اللي هو عملها امبارح وازاي دخل لخمسين شاب ونيمهم في الارض كلهم، ويفضل هو يدي بطولات واختنا تبص له وتسبل، لحد ما بعد فتره ندخل في مرحله ثالثه انهيار. مرحله ثالثه انهيار ممكن تبقى في عيد الحب، العيد الصغير او العيد الكبير، وهو نازل في الفالنتين ومكتئب وقاعد يشرب من سيجاره لسيجاره ويرمي السيجاره بعد نفسين. تقول له: انت متضايق ليه؟ لا انا في بس موضوع تعبني. طب انت ايه اللي مضايقك؟ انا في موضوع موترني، سيبيني. ايه بس؟ انا بحب واحده وعايز اقولها وخايف انها تصدني. لا مش هتصدك، قول بس والله ما هتصدك. لا انا خايف انها تصدني، والله ما هتقول لك لا، بس انت قول. احد الشباب اللي الوقت بقى بفضل الله داعيه الى الله، يعني ما شاء الله، يعني بقى حاجه، ربنا يفتح عليكم جميعا يا شباب في دينه يا رب، اللهم امين بقى، يعني فضل الله يعني من الدعاء. فكان يعني بيقول لي يوم كان لسه شاب كده في اول الكليه، فبيقول لي فبيكلم بنت بقى وبيعرض عليها وانا متضايق وانا بحب ومش عارف ايه، قالت له: لا انا رافضه ان احنا يعني، فهو خلاص فسابها بقى وبعد عنها. فجت له بعدها بتقول له: وانت بعدت ليه؟ قال لها: ما انت قلت لا. قالت له: ما البنت المحترمه لازم تقول لا. هي هتقول لا وبعد كده وهو هيبدا يلح عليها انها مش يعني مش من اول مره كده، هتقوم قايله له اه. فيبدأ يتولد قصة حب جديدة، ولكن يعني طبعا يجي يقول لها التليفون ونتكلم في التليفون، تقول له: لا احنا حبنا غير اي حب، احنا حبنا طاهر وبريء، كل الشباب اللي واقفين مع بعض دول حاجة واحنا الاتنين حاجة تانية. وتيجي تكلمه تقول له: يا ابني الحب كده بالطريقة دي حرام، كل نظرة حرام، كل وقفة حرام حرام. يقول لك: لا لا، انت مش عارف الحب الطاهر اللي بيننا، العشر ساعات اللي بنقفهم في الجامعة كل يوم ما بنتكلمش غير عن ربنا، ومتسمع لي قرآن وبسمع لها قرآن، وبعد كده بنروح نقعد نتكلم 8 ساعات طول الليل في عروض فودافون الأخرانية اللي هي اتكلم ببلاش، اقعد اصحيها لقيام الليل وهي بتصحيني لصلاة الفجر، ده بتعيني على طاعة ربنا، ده انا خايف لو سابتني ان انا انتكس، وهي لو انا سبتها ممكن تسيب الدين، ده علاقتنا دي اساسية لاستمرار التزامنا وصلتنا بالله سبحانه وتعالى. بتبدأ تتكلم معاها خلاص هو مقتنع تمام الاقتناع ان الموضوع بهذه الطريقة. نبدأ ندخل في مرحلة رابعة انهيار. مرحلة رابعة انهيار ايه؟ ان الوقت والدتها ما هياش عارفة، هو متوقع ان لغايه دلوقتي لسه مامتها ما هياش عارفة. تيجي تقول له: ماما هعمل ايه مع ماما؟ يقول لها: طب ماما عايزة تشوفك.
طب اروح لها فين؟ ماما عايزه تشوفك في الشغل. يروح لها الشغل، صاحبنا يروح بقى يلبس احسن لبس عنده ويحط نص ازازه برفان ويروح لماما في الشغل ويبدا يتكلم مع ماما، وبعد كده تاني يوم ايه راي ماما؟ خلاص الولد ضحك على بنت امها الحمد لله الموضوع خلص، ويبدا مع كل مكالمه اخبار ماما ايه وازاي ماما، وبلغي ماما ان انا بحب ماما قوي، وتبدا مامتها تقول لها قولي لي اخبارك يا بنتي ليه؟ مش حاجه يا بنتي، اللي انت بتعمليه ده حاجه عاديه، بس عشان انبهك تعملي ايه، عشان اعرفك، عشان اديكي خبره، عشان اديكي خبره في الحياه. وتبدا القصه بعد كده تتطور للمرحله الخامسه انهيار، يروح يقول لها انا شاب وانت لسه شابه، واحنا الاثنين يعني نفسنا ان احنا نتجوز ومفيش قدامنا الوقت جواز، وانا لو رحت لوالدك هقول له ايه؟ هقول له انت بتشتري راجل يا عمي، مش هيرضى ان هو يشتري راجل، وقدامي 50 سنة على ما اكون نفسي. طب الحل ايه؟ الحل ان حل شرعي، لان كده العلاقه دي حرام. طب الحل ايه؟ الحل الشرعي الحلال ان احنا نتجوز عرفي ونكتب ورقه والورقه يبقى عليها شهود، وابشري انا عمري ما اتخلى عنك ابدا، والعلاقه بتاعتنا دي علاقه غير اي علاقه، والجواز العرفي بتاعنا غير اي جواز عرفي، والقصه زي ما انتم عارفين يا شباب. بعد كده القصه بتتطور زي ما انتم عارفين، هي بتبدا من اولها بس سبحان الله العظيم، ويجي الشاب في الاخر يقول لك هو الحب حرام ولا حلال؟ يا ترى الحب حرام ولا يا ترى؟ انا مش هقول له الحب حرام ولا حلال، انا اقول له الاختلاط من اولها حرام ولا حلال؟ الاختلاط ان ولد وبنت يقفوا في الجامعه، يقفوا في الجامعه يتكلموا مع بعض في كشكول المحاضرات، هي دايما بتبدا بكشكول المحاضرات، دايما بتبدا بحاجه، او هي جايبه بنت اختها الصغيره، والله ما شاء الله البنت الجميله دي مين؟ يعني الطرق بتاعت الشباب ما شاء الله متطوره جدا، والاساليب بتاعتهم ما شاء الله متطوره جدا. الاختلاط كل علاقه جريمه اللي يهتز لها عرش الرحمن والعياذ بالله كان اولها اختلاط. كل علاقة محرمة كان أول اختلاط، كل جواز عرفي كان أول اختلاط، كل معصية من معاصي الشهوة كان أول اختلاط. الاختلاط ده الكوبري يا شباب، الكوبري اللي البنات هنا والأولاد هنا، لو الكوبري ده اتفتح خلاص كل المعاصي والكبائر والمبقات هتنتشر في المجتمع، بمجرد بس ان المنظر بتاع المدرج اللي نصه ده بنات ونصه ده اولاد اتعمل خلاص، بعد كده خلاص. عشان كده لما بيحاولوا يدمروا السعوديه الوقت يدمروها ازاي؟ يضغطوا عليها انها تعمل جامعات مختلطه. هم عارفين يعني اختلاط. بريطانيا لما جت احتلت مصر كان لها 4 مطالب من مصر، واحد من الاربعه الاختلاط، وعمل مؤسسات تعليميه فيها اختلاط. هم عارفين يعني ايه اختلاط، عارفين الاختلاط، وانك انت لا لا مش هيحصل حاجه، ازاي هتجيب لي النار جنب البنزين وتقول لي مش هيحصل حاجه؟ هتولع. اخواني في الله، قضية الشباب، قضية الطاقة الرهيبة اللي جواكم دي يا شباب، تروح لفين؟ دينكم محتاجكم، انتوا أمل الدين ده، وكل بنت من بناتنا وأخت من أخواتنا وشاب من شبابنا أمل الدين ده. النبي عليه الصلاة والسلام يصدر قرار من مكة بالطرد فورا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سنة 10 مكية يصدروا قرار بطرد النبي عليه الصلاة والسلام، ما ينفعش يروح بيته، ما فيش وقت يجيب معاه حتى أي أموال، ما ينفعش يجيب دبة معاه. يخرج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة، هيروح فين؟ مفيش قدامه غير الطائف. طريق الطائف 90 كيلو رايح و90 كيلو جاي، يعني 180 كيلو. كنت بفكر نعمل عمرة ونعمل رحلة بأتوبيسات غير مكيفة من مكة للطائف، مش رحلة على الرجلين، رحلة في أتوبيسات غير مكيفة. اللي كنت بكلمه هناك أستاذ في جامعة هناك قال لي يبقى محدش هيوصل معاك الطائف، لأن كل اللي هناك هيموتوا هيفتصوا على ما يوصلوا. قلت سبحان الله، أمال النبي عليه الصلاة والسلام 180 كيلو رايح جاي عليه الصلاه والسلام على رجليه، معهوش غير صحابي واحد، يقابل 30 قبيله في الطريق، يعرض الاسلام على قبيله وكل قبيله ترفض، ويعرض الاسلام على اللي بعدها وترفض، ويطلع على اللي بعدها ترفض، يطلع على اللي بعدها، لحد ما يوصل للطائف عليه الصلاه والسلام. يقعد 9 ايام يلف على بيت، يلف على واحد ده، يقول له اما وجد الله غيرك ليرسله، يقول له للنبي عليه الصلاه والسلام كده، وده يقول له لئن كنت كذابا فانت اقل من ان اكلمك، وده يقفل الباب في وشه، وده يهين النبي عليه الصلاه والسلام. 9 ايام لحد ما الطائف يقرروا ان هم يخلصوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص ما عادوش قادرين يستحملوا. طب الحل ايه؟ يعملوا ايه؟ يقرروا ان هم يجيبوا الاطفال والخدم والعبيد والسفهاء والصبيان، وكل واحد معاه كبش
يحدفش الحجارة ويجري ورا النبي عليه الصلاة والسلام، يحدفه بالحجارة دي تيجي في رأس الحبيب عليه الصلاة والسلام، دي تيجي في قدم الحبيب عليه الصلاة والسلام، لحد ما رجلين النبي عليه الصلاة والسلام تنزف. أنا عايزك تتخيل والنبي خارج من الطائف، لو المنظر ده اتصور من فوق، منظر واحد داخل يدعو الناس إلى الله وهو خارج من البلد والبلد خارجة تقذفه بالحجارة، كل ده عشانك وكل ده عشانك. النبي عليه الصلاة والسلام تخيل وهو راجع من الطائف على مكة، هو مطرود من مكة عليه الصلاة والسلام، ما عرفش يدخل مكة، راح احتمى في كهف أو غار على أطراف مكة لحد ما حد يأمن النبي عليه الصلاة والسلام إن هو يدخل من مكة، مطرود من الطائف ومطرود من مكة. زي أنت اتطردت من مصر، روح ليه غرضوك؟ واقف أنت في الجو، طب أروح فين؟ هروح في أنهي بلد؟ هروح في أنهي مكان؟ تخيل والنبي عليه الصلاة والسلام وهو هدومه متمزقة بعد هذه الرحلة وهو رجليه الاثنين بتنزف، بدل ما يرجع من طائف على مكة رجع من الطائف على جامعة اسكندرية، رجع من طائف على الجامعة الأمريكية أو الألمانية أو البريطانية أو الفرنسية أو الروسية، رجع من الطائف على القصر الأمريكي، رجع على نادي الجزيرة أو نادي الشمس أو نادي، رجع من الطائف على مدينة الإنتاج الإعلامي، رجع من الطائف على أي قهوة من قهوات الشباب الوقتي. تخيل والنبي عليه الصلاة والسلام وهو بالمنظر ده ورجليه بتنزف وهدومه بهذا المنظر وبعد 180 كيلو ماشي هذا القائد، بدل ما يرجع على مكة رجع يشوف ثمرة تحيطه، رجع يشوف ثمرة تعبه، رجع يشوف ثمرة كفاحه عليه السلام، راح لأي شاب أو راح لأي فتاة، راح لأي بيت فيه شاب أو أي فتاة. تخيل النبي عليه الصلاة والسلام وجاي بالمنظر ده، شاب من شعباته فتح التلفزيون على شطايم أو روتانا أو ميلودي أو أي قناة، وهو ماسك سي دي آخر سي دي نازل العمراء حد من العمروية أو التمروية، وفي نفس الوقت بيشيت أو داخل على الجروب بتاعته على الفيسبوك بيكلم واحدة أو بيبعت لواحدة أو بيشير للبنات اللي هو حاططهم ضيفهم عنده على الفيسبوك في الجروب بتاعته، وهو بيعمل كده فجأة الباب خبط، جري على الباب يشوف مين، بيبص لقى واحد الهدوم بتاعته عليها أثار سفر طويل وممزقة ورجليه بتنزف ولكن وشه كأنه بيضخ نور. مين؟ قال له أنا محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله حبيب الله عليه الصلاة والسلام، ده أنا مشتاق لك يا رسول الله، ده أنا كان نفسي يا رسول الله أن أشوفك أشوف حبيب الله عليه الصلاة والسلام. جي مد إيده عشان يفتح الباب افتكر الحاجات اللي هو مشغلها، ثانية واحدة يا رسول الله هقابلك كده إزاي؟ في نفس الوقت اللي أختنا كانت قاعدة قدام المراية خلصت 10 أنواع مكياج ولسه بتخلص في الخمس أنواع الباقيين، وإيديها التانية ماسكة إزازة البرفان وبتحط منها استعدادا لأن عندها ميعاد نازلة ليه، وهي قدام المراية بقالها 3 ساعات بس لقت الباب بيخبط، بتجري على الباب تشوف مين، لقت واحد بنفس المنظر ده وشه بيبخ نور عليه الصلاة والسلام. قالت له مين؟ قال لها محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله حبيب الله، يا رسول الله ده انت وحشني قوي، جاية تمد ايدها على الباب افتكرت، هرد على النبي ازاي عليه الصلاة والسلام، ده انا راسي مش متغطيه، جرت تدور على طرحه، جرت مش لاقيه طرحه، اول مره تكتشف ان هي معاش طرحه عشان حتى تصلي بيها، في الاخر لقت الطرحه بتاعت جدتها اللي هي بتلبسها ساعه الصلاه، لبستها وجايه تجري على الباب، بتفتح الباب افتكرت يا نهار ابيض المكياج اللي على وشي، لازم اغسل وشي الاول، ثانيه واحده يا رسول الله عليه الصلاه والسلام، جرت تغسل وشها، غسلت وشها وجرت تاني على الباب، جايه تفتح الباب افتكرت يا نهار ابيض، طب المكياج ولقيت له حل، طب البرفان هعمل فيه ايه؟ هعمل ايه؟ استنى يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. صاحبنا جير على الأوضة بتاعته بسرعة يحاول ان هو يقلب القناة على اي قناة اسلامية، اكتشف انه مشفر القنوات الاسلامية، المفروض ان احنا بنشفر القنوات التانية، ده مشفر القنوات الدينية، مفيش قناة دينية، طب اعمل ايه؟ طب اوقف افصل الويندوز ازاي في الكمبيوتر؟ مربوك مش عارف، في الاخر شد كل الفيش من الكهرباء عشان يقفل كل حاجة، وجير يفتح للنبي عليه الصلاة والسلام وبيمد ايده على أكرة الباب افتكر يا نهار أبيض، ده أنا لسه الصور بتاعت الممثلين الأجانب والممثلات والمغنيات والفنانات كل ده، ثانية واحدة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أروح أشيل ده الأول، راح يشيل الورق من كل الحيطان يقطعه عشان يرميه في صندوق القمامة، وهو بيرميه لقى سي دي أغاني وقع، يا كل دي السيديهات اللي عندي ده أنا نسيتها، أيوة والشرايط اللي عندي، بدأ يلمها كلها عشان يرميها في صندوق القمامة أحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشوفها. بعد كده بيجري على النبي عليه الصلاة والسلام بيفتح الباب
لأن ما لقاش النبي عليه الصلاة والسلام بيبص على السلم لقى النبي نازل. يا رسول الله أنا فتحت خلاص، أنا فتحت خلاص يا حبيب الله. طلع النبي عليه الصلاة والسلام، أول ما دخل النبي صاحبنا قلبه وقع في رجليه، يا نهار أبيض نسيت أطفي السيجارة، الجو كله ريحة سجاير. بدأ يحاول يتخلص من أي أثر بسرعة والنبي عليه الصلاة والسلام قاعد. فالنبي لقى جيب القميص بتاعه منفوخ، فالنبي بيقول له أنت وصلت لفين في المصحف في اللي في جيبك ده؟ قال له ده مش مصحف يا رسول الله، ده علبة سجاير، يا ريته كان مصحف يا رسول الله، ده أنا آخر مرة مسكت فيها المصحف كانت في رمضان اللي فات، كانت من 9 شهور آخر مرة قريت فيها المصحف، آخر مرة صليت فيها ركعتين قيام ليل، آخر مرة واظبت فيها على الصلاة. وهو قاعد مع النبي عليه الصلاة والسلام الأذان الدن، يا ترى كل مرة بتنزل تصلي في الجامع، يا ترى كل مرة بتقف تصلي أول ما الأذان بيدن، ولا المرة دي عشان النبي عليه الصلاة والسلام بس موجود؟ يا ترى يا إخوانا متوقعين إن النبي هيعمل إيه عليه الصلاة والسلام؟ متوقعين إن الرسول الله صلى الله عليه وسلم ساعتها هيعمل إيه؟ أنا مش متوقع إن هو هيزعق له، أو إنه أنا متوقع إن هو هيحضنك وهياخدك في حضنه وهيبكي وهيقول أنت اللي أنا ضحيت بحياتي عشانك، انت اللي انا استحملت ان انا اطرد راميا بالحجارة عشانك، واطرد من مكة عشانك، وثلاث سنين في مجاعة في شعب ابي طالب، سيدة خديجة تموت من المجاعة عشانك، واستحملت عشانك، وكل بناتي ولادي يموتوا في حياة عيني الا السيدة فاطمة في نفس اليوم اللي يموتوا فيه اخرج اجاهد فيه او ادعو فيه الى الله عشانك، انت اللي استحملت كل ده عشانك. هي دي ثمرة عمري، هي دي ثمرة حياتي، هي دي ثمرة قبور الصحابة اللي اتفرقت في الارض كلها. يا شباب الموضوع كبير، موضوع الشباب، موضوع الامل اللي دينكم مستنيه منكم، كل واحد منكم امل كبير او من امل الاسلام، كل واحدة منكم امل كبير او من امل الاسلام. اوعى تستقل نفسك، انتوا لازم تبقوا انجح ناس في الدنيا وفي الدين، انتوا لازم تبقوا انجح ناس في كل حاجة، في كل حاجة في دنيتكم وفي دينكم. دينكم مستني منكم كتير. الفصام النكد اللي هو الشاب بيقولك دنيا ولا دين، انا محتار دنيا ولا دين، مين يا ابني اللي حيرك؟ مين اللي حطك في الاختيار ده اصلا؟ مين اللي قال ان دي معادلة صعبة اصلا؟ دي المعادلة السهلة، دي المعادلة السهلة انك تبقى ناجح. كنت مرة مع 2 شباب وكان لسه ما التزموش، وكان واحد منهم من الاوائل في كلية الطب، فبدعوهم للالتزام، فاللي من الاوائل كده في النص كده قال للتاني ايه، طب وهنجيب وقت للدين منين؟ يعني هنجيب؟ قال له نعم. وكنت بتجيب وقت للقهوة منين؟ وكنت بتجيب وقت للرحلات منين؟ وكنت بتجيب وقت للفسح منين؟ اشمعنى الدين؟ عمركم شفتوا يا شباب شاب بيقول انا مش عارف اجمع ما بين الدراسة والقهوة؟ عمركم شفتوا شاب بيقول انا مش عارف اجمع ما بين الرحلة والقهوة؟ اشمعنى في الدين الشاب بيقول لك انا مش عارف اجمع؟ اجمع يا ابني، اجمع وربنا يعينك وربنا هيسددك. يعني يا شباب قبل ما اسيبكم باذن الله سبحانه وتعالى، يعني انا عارف التساؤلات اللي في صدور كثير من الشباب، نصها الحب حرام ولا حلال؟ انا الاسئله بقى ايه يعني، حشي على هذا المتن زي ما انت عايز تحشي بقى، الاسئله بتاعت معاصي الشباب ومشاغل الشباب وهموم الشباب ويعني الحاجات اللي هي بتعد مشاكل الشباب. النص الثاني هو يعني ايه سلفيه؟ وهم مين السلفيين دول؟ وايه العلمانيه دي؟ ومين الناس اللي بيقولوا فصل الدين عن الدوله؟ انا عايز بس يا شباب يعني قبل ما اسيبكم يعني اقول لكم، يعني حد منكم يوم عاشوره بيقف يلطم ويقول يا حسين؟ حد منكم بيعمل كده؟ حد منكم بيروح يطوف لما يقع في ازمه ولا عايز ينجح في مادتين بقاله 5 سنين فيهم، بيقوم رايح جايب خروف ورايح للبدوي ويطبعه عند البدوي ويقول يا بدوي ايش فيه؟ يا بدوي نجحني في المادتين؟ محدش. حد منكم بيقول انه ممكن يدخل الجنه من اي طريق غير طريق النبي عليه الصلاه والسلام؟ محدش. يبقى هو انتوا السلفيين يا جماعه؟ السلفيه هي ان انسان سليم العقيده، انسان على الدين الصافي الطاهر اللي النبي عليه الصلاه والسلام سابنا عليه من 1400 سنه، هي دي يا اخوانا. طب والاخوان والسلفيين والمشاكل بتفرقوا الدين؟ دي عامله زي الاوس والخزرج، زي المهاجرين والانصار. الموضوع بسيط يا جماعه، كلها القاب شرفيه. هو انت لما تقول انا سكندري يبقى معناه انك انت مش مصري؟ وانا لما اقول انا منصوري ولا انا القاهري معناه ان انا مش مصري؟ دي كلها اسماء اللي كان بيعمقها اساسا امن الدوله، اللي كان بيعمقها اساسا امن الدوله. ولكن طيب ايه موضوع فصل الدين عن الدوله؟ يعني بالله عليكم يا شباب لما تسمع كلمه فصل الدين، الدين يطلع له قرار فصل،
الدين يتفصل زي واحد ماسك سكينه وعايز يفصل رقبه واحد عن جسمه. الدين يتفصل. الدين دين ربنا. ربنا بيقول ان الحكم الا لله، وهم بيقولوا اي حد يحكم الا الله سبحانه وتعالى. اي حد يتكلم في الاقتصاد الا ربنا، اي حد يتكلم في السياسه الا ربنا. ربنا بيقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. اللي بيقسم الله وبيقسم بالله وبيقسم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبيقسم على ان لا يؤمنون حتى يحكموك، قضيه شرع ربنا يحكم ولا يحكمش، عامله بالظبط زي قضيه ربنا واحد ولا مش واحد في الدين بتاعنا. دي قضيه عقيده. اكبر جريمه ان انا ابقى جايب لك، انت هتموت من الجوع وانا جايب لك طبق اكل، تقول لي انا نفسي اشرب، بس انا خايف احسن يكون العصير ده مسموم، انا خايف احسن يكون الاكل ده مسموم، انا هسمك؟ طب تخيل بقى اللي بيقولوا ربنا خايفين احسن يكون شريعتك مسمومه يا رب، خايفين احسن لو طبقنا شرعك نضيع. سيده هاجر لما سيدنا ابراهيم سبع عند الكعبه الواحده قالت له الله امرك بهذا، اشار براسه نعم، قالت اذا فلن يضيعنا. ربنا مش هيضيعنا ابدا واحنا معاه، ربنا مش هيضيعنا واحنا على شريعته. يا اخواننا اخطر دعوه الوقت، يعني احنا الوقت يا جماعه مصر اول مره بتتنسب حريه حقيقيه في حياتها، أول مرة يمكن من 60 سنة ولا 70 سنة بتتناسب حرية حقيقية. الوقت اللي بيحصل يا شباب اللي بيحصل ده حاجة في غاية الخطورة. أنتوا كل واحد منكم مسؤول الوقت، ما تستقلش دورك في اللي بيحصل. أول ما بدأنا نتناسب الحرية حصلت خناقة على البلد. يا إخوانا البلد لسه مش بلدنا. البلد لسه مش بلد. الليبراليين لازم مصر تبقى ليبرالية. العلمانيين بكل الآلة الإعلامية اللي معاهم لازم مصر تبقى علمانية. يا إخوانا لسه مش بلدنا. انتوا كده بتضيعوا كل اللي اتعمل. الوقت اهم حاجة ان البلد دي يبقى الحرية فيها ما هياش شحاتة. الشعب بيشحتها كل يوم جمعة في ميدان التحرير، في ميدان التحرير. ادونا حتة حرية الله يكرمكم. الله يكرمكم حاسبوا اللي ظلمونا. الله يخليكم حاسبوا رئيس الجمهورية. كل يوم جمعة بنشحت حتة حرية. لا يا اخوانا. عايزين الحرية دي تبقى قانون. عايزين الحرية دي تبقى دستور في البلد. عايزين الحرية دي تبقى خلاص. حرية ان 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 عضو مجلس الشعب ده انت فعلا تختاره، ان عميد الكلية ده اساتذة الجامعة اللي يختاروه، ان رئيس الجمهورية فعلا الشعب هو اللي يختاره، ان اي انتخابات في البلد اي حاجة انتخاب في البلد حقيقي. احنا الوقت جايين يولعوا الدنيا. طب بتولعوا الدنيا ليه؟ احنا الوقت لسه البلد مش بلدنا. لا بلدنا ولا بلدكم اصلا، ولا حد فينا كسب حاجة. احنا عاملين بالظبط زي واحد شغال في مصنع عند واحد، والواحد ده ظلمه، عمل ثورة عليه، قام مديله 5000 جنيه في جيبه وقال له خد واسكت، خدهم وسكت. لا غير قوانين التعامل مع العمال، ولا غير قوانين الاجور، شوية وهيرجع يظلم تاني. القوانين اللي جه بيها مبارك لسه موجودة. مبارك كان اعظم مربي. مبارك مشي وساب نص مليون مبارك في البلد بيرتبوا صفوفهم الوقتي عشان يرجعوا يمسكوا البلد تاني. الناس دي فاسده ولا تتخيل الحياه بدون فساد. عارفين اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون. في الوقت ده احنا نيجي نمسك في خناق بعض. في الوقت ده نولع الاعلام، الحقوا اللي قطع ودن واحد. ودن مين يا اخوانا؟ ودن مين؟ عشان 50 ولا 30 صعيدي هجموا من رجاله الصعيد، هجموا على واحد هناك متهم بفتح بيوت بغاء. ففي التسجيلات واحد بيقول انا سمعت واحد بيقول يا شيخ شريف ولا يا شيخ، خلاص بقت السلفيين اللي عملوها والحقوا هيكبوا ميه نار. وعارفين ان كل ده كذب، وعارفين ان كل ده تضليل. احنا اعلامنا ماجور، احنا اعلامنا مخرط، احنا اعلامنا ما بيزقش البلد في اتجاه مصلحتها. العلمانيين والليبراليين الوقت يا اخوانا خطر حقيقي باللي هم بيعملوه ده. البلد لسه مش بلدنا. المفروض الشعب كل الوقت يتكاتف ان البلد بتاعتنا ترجع لنا. يوم ما صوتك هو اللي هيعين رئيس الجمهوريه بقت بلدك بحقه حقيقي. انما لحد الوقت لسه مش بلدنا. لسه لحد الوقت سلطات البلد ما هيش في ايدينا. قضيه فصل الدين عن الدوله، قضيه ان احنا نقول لربنا مالكش حكم علينا، قضيه ان احنا نعامل ربنا زي ملكه بريطانيا يملك ولا يحكم، قضية ان احنا نقول لربنا لا، قضية ان احنا نعمل للدين اقامة جبرية جوه الجوامع، قضية ان احنا نطلع للدين اعدام سياسي، قضية ان يطلع واحد ويقول لك انا ما اقدرش اقول لربنا انت دكتاتور. طب ما انت قلتها خلاص، ما انت قلتها لما اقول لك ما تفوتش عليا في البيت احسن، لو شفتك هتنرفز وطردك. طب ما انا طردتك خلاص. قضية الجرأة على شرع الله. كل كلمة على شرع ربنا هي كلمة على ربنا، وكل شك في شرع ربنا هو شك في ربنا سبحانه وتعالى.
قضية في غاية الخطورة يا إخواننا. كل واحد منكم مسؤول عن دينه. دينك الوقت بيتحارب، دينك الوقت بيطعن، دينك الوقت بيعتدى عليه. كل واحد منكم مسؤول، كل واحدة منكم مسؤولة عن الدين وعن الإسلام. الموهبة اللي عندك سخرها للدين. انت عندك موهبة، عندك موهبة في النت، عندك صفحة على الفيسبوك، عندك سخرها لدين ربنا ولنصر دين ربنا. بتعرف تتكلم ادعو الى الله. معاك فلوس هاتي، ضحي بشيء من فلوسك وهاتي حاجات عن الحجاب واديها لزميلاتك. يا اخواننا كل واحد مننا يشتغل. واول خطوة ان انت نفسك، انت نفسك تبقى انسان صالح. انت نفسك ساعة ما الاذان يدا خلاص، انت في الجامع ساعتها انت نفسك تبقي من اولها كده لبسك زي لبس امهات المؤمنين. اخواني في الله الموضوع كبير. ربنا يرفع بكم الاسلام ويرفعكم بالاسلام ويعز بكم الاسلام ويعزكم بالاسلام. يعني انا في غايه السعاده ان احنا اتقابلنا مع بعض، وفي غايه السعاده باللقاء الجميل ده اللي احنا جمعنا مع بعض. ربنا ينجحكم يا شباب، وربنا يجوزكم يا شباب، وربنا يجعلكم انجح ناس في الدين وفي الدنيا يا رب، وربنا يجوزكم يا بنات، وربنا سبحانه وتعالى يعني يجعلكم اسعد الناس في الدنيا وفي الاخره، انه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت. وختاما بعد هذه الدرر التي سالت من فم شيخنا فضيله الشيخ الدكتور حازم شومان، لا يسعنا الا ان نقول له جددت نبض قلوبنا لسان حاله قائلا: وما زادني شرفا وتيها وكدت باخمصه اطغ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وان سيرت احمل لي نبيا. خالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور عميد كلية الزراعة هشام جابر، واتمنى له عاجل الشفاء، والأستاذ الدكتور وكيل كلية الزراعة الدكتور سيد أبو شوشة، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد إسماعيل عميد كلية علوم، وفضيلة الأستاذ الدكتور علاء الدين رمضان، وجزاكم الله خيرا وطبتم وطبا مشاكم.